ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور ليوم الاثنين 28 نوفمبر تشرين الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا ثور، توقعات العشرية الأولى مواليد 20 أبريل ل 30 أبريل. توقعات كتيرة غير واقعية بالنسبة لك، لكن ما توصبش بخيبة الأمل مع سير مجريات كل الأمور اللي عندك. على الرغم من كل خطتك، فأنت مش هتتمكن من أنك تنجز كتير. هتقاوم كل رغباتك علشان تلوم الأشخاص اللي حواليك، حتى لو كانت بتمشي الأمور دي ضد رغبتك. بالنسبة لك النهاردة يا ثور، توقعات العشرية التانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. أوقات كتير صعبة بتبتدي تواجهك، في شوية مواقف هتبقى بتختبرك لأقصى حد. من المهم انك ما تفقدش ثقتك في قدراتك، وانك تمتلئ القدرة دايما اللازمة علشان تعرف تغير الظروف دي. بالنسبة لك النهاردة يا ثور، توقعات العشرية التالتة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. أوقات كتير عصيبة بتواجهك، لازم تبقى بتستعد علشان تواجه مشكلات جديدة كتير. الأمور النهاردة مش كويسة في مكان شغلك، وانت مش عارف تنجز فيها سوى حاجات بسيطة جدا. ما تخليش الموضوع ده يخوفك، المرحلة دي بتيجي وبتمشي في كل حياتنا الخاصة. بالنسبة لحركة الكوكب اليوم، في تراين واضح مع كوكب المريخ وزحل في اليوم ده، هيساعدنا علشان ننضبط اكتر ونعتدل اكتر في تقاليد واقعية كتير. هيحفزنا العبور ده النهاردة علشان نبقى منتجين باهتمام اكتر بالطرق التقليدية والمجربة والحقيقية. هنمشي نحو انفسنا باعتدال اكتر، هنبتدي نشعر بكتير من التوجه والعزيمة، هنبقى بنميل اننا نكون دقيقين اكتر في كل جهودنا. هنشكل الجانب ده لأول مرة لغاية آخر سبتمبر. النهاردة هيعود علينا مع كوكب المريخ للورا، هيمكن نحيي مشروعات كتيرة بتتضمن تنظيمنا وبنائنا. هيبقى في شعور كبير بأنه مش هنعرف نكون عندنا حاجة واحدة في يومنا، مش هنشعر بالثقة كافية. هتزعزعنا كل القارب اللي عندنا النهاردة من مر الأمان. هيواصل القمر عبور البرج الدلو طول اليوم لغاية ما يدخل